أنا اسمي هلال سلمان مسعود الغواش، سكان الزوايد، مواليد 1996. أنا بديت لعب الكورة بسن صغير، وقعت مع نادي الصدق الرياضي، وهذا نحن على نفس الحاجة يعني ماشيين، وإن شاء الله في القريب العاجل يعني يكون يعني في الاحتراف في الخارج إن شاء الله بإذن الله. أول عقد مضيت يعني كان مع نادي مع مركز بلاطة في نابلس. العائق الأول كان يعني هي سياسة الاحتلال، لأن في عدم صدور التصاريح لأهل غزة يعني أنا ظليت يعني أنتظر سنة ونص على أساس إنه يطلع التسريح، لكن يعني في السنة ونص يعني ما قبلتش يعني رد على التسريح، مش إني ما يعني رفضه، لا يعني ما كانش في رد على التسريح إنه ولا بأي شكل من الأشكال يعني. عشان انت تقدر تمثل منتخب لازم تحترف في الخارج يعني مثلا تحترف في مصر او في الضفه او في الاردن، يعني على اساس انك يعني تصير يعني محط للانظار يعني للمشرفين على المنتخب. فلسطين احنا البلد اللي بنفتخر فيه يعني، عشان هيك يعني انا ان شاء الله يعني في اقرب فرصه يعني بامل في الاحتراف في الخارج عشان امثل المنتخب الوطني الفلسطيني. بالنسبة لنا احنا لعيبة غزة يعني هنا الدوري كان ما قبل 3 سنوات او 4 سنوات يعني كان كنت يعني انت بتلعب كلاعب منه تستفيد ماديا ومنه يعني بتلعب بتمارس الهواية اللي انت بتحبها، لكن فالسنين الـ3 سنين هذول المقابل يعني الكورة في غزة يعني اصبحت زيها زي العدم يعني ما فيش فايدة يعني فيش مصداقية من الاندية، وضع الاندية الاقتصادي صعب. لعب الكورة يعني اللي بيلعب كورة بيقدرش يعني يشتغل في أي شغل تاني، يعني أنت لاعب كورة مثلا تطلع من الصبح أو من الظهر بتروح المغرب، يعني فيش مجال عندك لا يعني لا تمارس أي شغلانة تانية. عشان هيك يعني أنت بتروح بتمضي مع نادي بعقد يعني مثلا بأي رقم كان، ممكن يعني النادي يتخلص معاي يعني يعطيه مقدم عقد، ممكن لا، لكن في النهاية يعني فيش مصداقية يعني بيخلص الموسم وأنت يعني مش ماخذ مستحقاتك. الوضع المادي هو صعب يعني على الجميع يعني، لكن انت كلاعب انت بتشتغل شغل يعني تيجي بتلعب بمقابل، لكن في النهايه انت بتلعب ما بتاخذش رواتب يعني في المساعدات اللي بتيجي من اذا ما اخذوش هم المبالغ هذه انت بتضلك يعني معلق في الهواء لا راتب ولا اي حاجه. لعيبه كثير يعني جاتهم عروض من الضفه من المحافظه الشماليه، لكن ما قدروش يطلعوا. ليش؟ يعني بصير لهم مش تصريح يعني بيظل ينتظر سنة ونص في بينتظر سنتين وما بيطلع لهم تصريح. السبب ايش؟ سياسة الاحتلال الاسرائيلي يعني اهل غزة ممنوع يصدر لهم تصريح. في كذلك يعني لاعبين يعني في الخارج يعني مش في غزة، لاعبين محترفين في مصر او في الاردن بيقدروش يعني لو صار معسكر داخلي للمنتخب في الضفة فبيقدروش يعني ينزل يعني او من الاردن ينزل على المحافظات الشمالية، انك ايش انت من غزه ممنوع انت تدخل ليش. فهذه اكبر مشكله يعني بالنسبه للاعبين غزه مع قصه الحصار او الاحتراف في الخارج يعني. أنا اللاعب محمد أحمد أبو بيض، سكان حي الشجاعية، عمري 32 سنة. لعبة كرة القدم بدأت منذ الطفولة من أيام الدراسة من الابتدائية، كنت دايماً موهوب فيها وكان عندي يعني هدف إلي فيها إني أطلع لاعب كرة قدم من مصغر. الحمد لله ربنا وفقنا، عملنا بطولة السنة اللي فات وكنت أنا كابتن الفريق. بعد البطولة دي جاني عقد الاحتراف، طلعت على احتراف من تركيا، كان هو شهر رمضان،
كانت بداية لسه حرب 2014، كنت أنا مسؤول عن الشجاعية في دوريات كرة القدم. كنت مروح أنا وأصدقائي من الملعب، وموحين على البيت كانت ضايل لمعاد الفطرة تقريباً 10 دقائق. تفاجأنا وصلنا البيت إحنا ما بنعرف شيء يعني، ولا في الوضع كان يعني كويس وما في حرب ولا في إشي. بس اللي استغربته يعني إنه إحنا مدنيين كنا ماشيين وما في أي خوف علينا يعني حتى لو كانت حرب. فتفاجأنا بقذائف وصواريخ مفاجأة في كل الشارع، يعني ما خلوا مكان حتى نشرد منه. الحمد لله يعني أنا إجت إصابتي بكرة قدم على المطرح، يعني أنا شفتها قدام عيني وحملتها بإيدي وقمت أجري فيها شردت. لكن الأصدقاء اللي معايا كلهم استشهدوا، يعني أنا ما لقيتش ولا واحد منهم كان عايش. بعد إصابتي يعني اتشجعت إني أكمل رياضة وأروح على النادي الجزيرة عندهم. زي ما بيقول يعني واحد كان هيك ميت وأحياء من أول وجديد وأنشأ له كل حياته. أنا من يوم من حد اشتراكي في نادي الجزيرة لحد هذا اليوم، هو كل موسم بصير عندنا استدعاءات لبطولات خارجية ودولية، كانت نادي أو كان منتخب أو كان لاعب خاص له ألعاب فردية بيقدر يشارك. كل موسم تجينا دعوات لازم نشارك فيها، لكن إحنا بسبب الحصار الموجود على قطاع غزة وبسبب المعابر اللي مسكرة ما بنقدر نتحرك. يعني إلنا من 2015 لحد 2020 ولا بطولة خارجية رسمية شاركنا فيها. أنا بحكي عن المعاناة اللي إحنا بنعانيها كنا، يعني طلوعك من قطاع غزة لما بدك تصل تركيا بدنا 4 أو 5 أيام، هذه لحالها عن سفر عن معاناة كبيرة. لما بدي أروح نفس الشغلة، عن جد يعني إحنا بنعاني بشكل مش طبيعي، مش زينا مش زي العالم. والناس يعني لما أنا مع أصحابي يقولوا لي ليش ما بتنزل، يعني لك عندنا 3 شهرين ليش ما بتنزل عندهم، ليش تنزل على أهلك تروح تزورهم زي ما بروح. كنت أحاول أشرح لهم أوصل لهم الرسالة لكن صعب إنهم يفهموها، محدش راح يفهمنا إلا إحنا، ما حد بحس بمعاناتنا إلا إحنا. اسمي تيمة قطامش، عمري 23 سنة، أنا من قرية المالحة المهجرة اللي بلعب كرة قدم من عمري 10 سنين. بديت منتخب من عمري 13 سنة لحد ما بلشوا يأسسوا فرق نسوية في فلسطينية، فإنه انضميت لمؤسسة شباب البيرة. من وقتها لهلأ وأنا معهم. لعبنا ضد 3 فرق، الأردن وتايوان وسريلانكا. تعادلنا مع سريلانكا وفزنا تايوان وأنا جبت الجول وتذكر وقتها. وبعدين لعبنا مع الأردن وخسرنا من الأردن وقتها. بس كانت مشاركة كتير حلوة، إنه أول مرة بنطلع بنلعب باسم فلسطين وإحنا كنا كتير صغار ومش فاهمين إشي يعني. فكان دفعة إلنا إنه نكمل، إنه حلو المنتخب. الصعوبات اللي بنواجهها خلال السفر طبعاً زي أي إنسان فلسطيني بواجه كتير صعوبات في الحياة مش بس في السفر. التنقل صعب لأنه منضطر نقطع كتير حواجز عشان نوصل المطار، ومنوصل المطار كتير تعبانين، نوصل البطولات تعبانين لأنه عن جد بكونش في معنا يعني وقت كفاية لأنه نرتاح قبل ما نبدأ. في كتير بنات ما بقدروا يسافروا أو مش ما بقدروا يسافروا، واجهوا صعوبات أنهم يسافروا. هذا الإشي صار من قبل، ممكن في إشي بوقفوه على الجسر بعده يسألوهم أو هيك أشياء، أو ممكن أصلا ما يعني ممنوعين أمنيا من السفر. والأكبر من هذا كله إنه البنات اللي موجودين في غزة ما بيقدروا يسافروا معنا. بالنسبة للبنات أو اللاعبات اللي هم من فلسطين الداخل، فهم برضو بواجهوا صعوبة لأنهم يلتحقوا في المنتخب أو يسافروا مع المنتخب. طبعاً من العنصرية اللي بواجهوها في حياتهم الكروية في الداخل بتأثر عليهم، هذا أول إشي. تاني إشي، كتير من الأندية أصلاً ترفض إنه اللاعبة تلعب في منتخب فلسطين وتمثل منتخب فلسطين بسبب وجود المستوطنات.
والشغب اللي بيعملوه المستوطنين هذا الشيء بأثر علينا لما نروح على المباريات مثلا. إذا كانت الطريق ممكن تاخذ نص ساعة بتصير بدها تاخذ ساعتين وثلاث لأنه بسكروا الطرق حواجز. في كتير بنات عندهم القابلية أنهم يلعبوا وممكن أنهم يكونوا كتير مميزين بس المكان الموجودين فيه بيحكمهم أنهم ما يقدروا يشاركوا كلاعبات كرة قدم. في بعض المناطق في فلسطين ممنوع الصبية تلعب كرة قدم مثلا بلباس كرة القدم اللي هو الشورت والبلوزة زي مثلا منطقة الخليل, وهو هذا شيء يحترم. هم يعني هيك بيفكروا, هيك عاداتهم تقاليدهم, مش لأنهم غلط, هم هيك بيشوفوا الموضوع صح. فإحنا ما بنقدر نحكم إنه نجبر الناس يتعاملوا معنا زي ما إحنا بدنا, لا, إحنا وين ما بنحط في مكان بدنا نحترم المكان اللي إحنا موجودين فيه. أنا بلشت أدرب من 2016, كنت في الجامعة وحبيت أني أبدأ أدرب في الأكاديمية تاعت المؤسسة شباب البير اللي هو الفريقي. أولها طبعا كان غريب كيف بنت بتدرب أولاد, أنه كيف يعني الناس يعني الأهالي كتير كانوا يستغربوا أنه وين الكوتش لما يحكوا لهم أنه هاي هي الكوتش, أنه شو الكوتش بنت, زي كأنهم بيستخفوا في الموضوع. بس لما صاروا يشوفوا النتائج اللي أنا بطلعها مع الفريق صار العدد عندي يزيد. بالنسبة لنا كبنات نلعب في الدوري الفلسطيني فإحنا ما نعتبر محترفات, يعني نلعب في دوري بس مش محترفين, يعني ما بناخد راتب آخر الشهر. عشان هيك كل صبية فلسطينية بتلعب كرة قدم مضطرة تشتغل عشان تعيش, يعني ما رح يزبط إنها بس تلعب كرة قدم. أما بالنسبة لدور المحترفين الشباب فهو جد محترفين, يعني بياخدوا رواتب آخر الشهر, وفي منهم كتير متفرغين بس كرة قدم لأنه بيكون راتبهم عالي وبيكفيهم إنهم يعيشوا.